طيب لو احنا جينا بسم الله وقلنا يعني عايزين نبدا نشتغل اي اي او اتش تي تي بي، طبعا اول حاجه طبعا يا ريت تعمل ابديت طبعا للبي اي بي لو عندك نسخه قديمه شويه، فانا هعمل بي اي بي انستول تمام وداش داش ابجريد وابجريد للبي اي بي عشان بس احدثه. لو كان في دايما قبل ما انزل اي باكج احدث الاول ايه بي اي بي، انتوا شايفين الامر ولا انا مش شايف؟ تمام تمام عملنا ايه ابجريد، وبعد كده بننزل الايه الفريم ورك بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. الفريم ورك بتاعنا جميل وبسيط جدا وهتلاقوه ابسط بكتير والمفاهيم واضحه من الفريم وركس الثانيه بكتير. يعني فعليا هقول انستول الاي اي او اتش تي تي تمام، هيبدا ينزله. هذا الايه الامر اللي احنا استخدمناه عشان ايه ينزل لي بي اي بي انستول اي اي او اتش تي بي عادي جدا تمام، وكل سنتر خلاص كده الموضوع انتهى، مش محتاج اي تعقيد زي اي موديول عادي جدا جدا نزلناه على الجهاز. هقول له طيب هتخش على رايت شارت تمام، هذه الايه الاكزامبلز بتاعتها، كنا وصلنا الاكزامبل مين. اعمل كده سيف اس واعمل اكزامبل 101، اشيل بقى كل الكلام الجميل الحلو اللي مش حلو خالص ده تمام، واقول له والله احنا هنشتغل المره دي شغل مختلف خالص تمام. ايه هو؟ الاول اقول له فروم، هنادي من اي اي او اتش تي تي بي، انا عايز اعمل امبورت. اهم حاجه عندي اللي هي الويب تمام، الويب اول حاجه واهم حاجه انا لازم استدعيها عشان هي دي اللي هتقوم السيرفر ذات نفسه، وبما ان هشتغل حاجات جيسون فانا هستدعي برضه الايه الجيسون، ما عندناش مشكله في الجيسون وعارفين اولها من اخرها. هبدا اعمل ايه اول حاجه، هعرف فاريبل اسميه اب بيساوي، وهنادي من الويب اللي هو اللي احنا ناديناه من اي اي او، وهقول له طبعا عندك ويب هتلاقي فيها جيت وكاست وبوت وست ومش عارف ايه وحاجات كده كتير. هقول له انا لا انا عايز من ويب حاجه مهمه جدا اللي هي ابلكيشن تمام، اللي هي دي، وده الفانكشن دي هي اللي بتخلي لك الاب ده دلوقتي بقى ويب ابلكيشن. الاب ده تمام، الاب ده بقى هو الويب ابلكيشن بتاعنا اللي احنا نقدر نشتغل من خلاله تمام. في عندنا مفهوم اساسي موجود في الويب اسمه الروت تمام، الروت او الراوتنج. لما نتكلم عن الراوتنج اللي هو ده اللي هو اليو ار ال تمام، ده بنسميه ايه تمام. نظام الراوتنج بتاعي ليها عناوين تمام، والعناوين دي بيبقى ليها ميثودز تشتغل عليها، هنتكلم عليها واحده واحده. انتوا عارفين يعني ايه ميثودز، عارفين يعني ايه جيت، عارفين يعني ايه بوت، عارفين يعني ايه بوست، وعارفين يعني ايه ديليت صح؟ لما نكون بنتكلم اند بوينت. الاند بوينت دي الروت. دي العنوان بتاعي، تمام؟ عنوان، تمام؟ لازم يكون على ميثود، يعني يكون يا اما هتجيت حاجه، يا اما هتبوت هتعدل حاجه، يا اما هتبوست هتضيف حاجه، يا اما هتديليت وهتحذف ايه؟ وهتحذف حاجه. تمام كده؟ طيب تعال نقول ان احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل روت عادي بسيط جدا جدا، بس الاول نعمل له فانكشن. بحيث يشتغل، الفانكشن يشتغل. خلينا نعرف مثلا فانكشن نسميها ديف مثلا، وهتم الفانكشن دي هاندل عشان تعمل المعالجه لعمليه الريكوست. فاهم؟ يعني في ريكوست هيجينا واحنا مفترض نعالجه. نعمل له هنعمل هاندلنج ليه يعني. تمام؟ ايه اللي ان انا هعالجه فيه؟ انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا هرد بس هقول له هلو وورلد بس، او هقول له ويلكم تو اي حاجه او اي كلام من ده، او لسه سكسس او اي حاجه. فهاجي هنا واقول له ايه مثلا، انا هعمل ريسبونس النتيجه بتاعتي او الرد بتاعي
او الريزلت بتاعتي هتكون عباره عن ان انا هعمله مثلا status equal مثلا success. جسمها بسيطه جدا ان النتيجه بتاعتي هي كلمه success. تمام كده؟ حلو جدا. ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن تمام الديكتيف اللي قدامنا ده. انا لازم اعمل له ريتير عشان لما حد جاد على الفانكشن دي ارجع النتيجه دي اللي انت شايفينها اللي هي ريسبونس اللي احنا عملناها. لكن عشان ارجعها لازم تبقى ريسبونس حي. فلازم اقول له ويب دوت، هلاقي فيه في الويب ده حاجات كتير قوي منها حاجه اسمها ريسبونس. تمام؟ حاجه اسمها ايه؟ بس الكابيتال بار. ايوه زي ما في ريكوست في حاجه اسمها ايه؟ ريسبونس. يعني اي حد هيطلب مني انا لازم ارد عليه. لازم ايه؟ ارد عليه. الويب دوت ريسبونس هبعت الريسبونس بتاعي ان النتيجه او التكست اللي انا عايز ابعته هو عباره عن ايه؟ هقول له عباره عن اللي احنا عملناه من شويه فوق ده. اللي هي بس هتبعت كنتيجه هتبعت للتكست شكل كده. بس طبعا ممكن تعمل لها جيسون دوت دامبس عشان تتحول لاصل الايه؟ لاصل الجيسون بتاعها. جيسون دوت دامبس للايه؟ للريسبونس دي. فبقى عندي ايه؟ تكست النتيجه اللي ترجع من الويب دوت ريسبونس هي عباره عن ايه؟ عباره عن النتيجه اللي قدامنا البسيطه دي ولا اكثر ولا اقل. فانكشن بسيطه جدا جدا. ما فيهاش حاجه اصلا. فانكشن سميناها هاندل تاخد الريكوست حتى ما اشتغلناش عليه. جهزنا النتيجه بتاعتنا اللي هي الريسبونس او الريزلت زي ما عايزين نسميها. خلاص؟ قلت له ستاتس بتساوي ستاتس بس كده النتيجه هتترجع ترجع. او اي حاجه او المسج بتساوي هلو وورلد زي ما انت عايز. تمام؟ زي ما انت عايز تعملها. وقلت له ريتيرن ويب دوت ريسبونس يعني هترد بالويب ريسبونس هتقول له التكست بتساوي جيسون دوت دامبس دي الجيسون اللي انت عملته. تمام كده؟ هل الفانكشن دي فيها اي حاجه يا شباب؟ فانكشن عاديه جدا. ما فيهاش اي جديد. لكن الفانكشن دي هزود لها حاجه مهمه جدا اللي هي كلمه سينك. تمام؟ فكره الاسينك قبل الفانكشن مهمه جدا عشان الفانكشن دي مهمتها فين؟ ممكن تاخد وقت على ما تتنفس. تاخد وقت على ما تتنفس. فانا مش عايز الناس تستنى بعض. لو في اكتر من يعني كذا ريكوست تخ 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 ريكوستات كتير مش عايز ريكوست تستنى ريكوست. فهي عشان كده ايه؟ السينك. تمام؟ هي السينك فانكشن. فانكشن ممكن تاخد وقت لو انت بتضيف جوه داتابيز لو انت بتجيب بيانات من داتابيز لو انت بتعمل عمليه فهنا مش عايزه تنتظر او تاخد وقت. تمام كده؟ الفانكشن دي عمرها ما هترن غير لما ننادي عليها. الفانكشن دي عمرها ما هترن غير لما ننادي ايه؟ لما ننادي عليها. عشان ننادي عليها احنا عندنا في الويب عشان تنادي عليها لازم يو ار ال معين، لازم روت معين، روت معين، عنوان معين يشغل الفانكشن، عنوان معين يشغل. ودي من اهم الحاجات. تمام؟ دي دايما بنسميها احنا كنترولر. بنسمي دي كنترولر غير الروتينج. يعني انا ماليش دعوه بالمسميات هبقى اظبطها بعدين، لكن خلوني في الايه؟ في اصل الفكره. دي فانكشن انا عايز اترن لما حد يتكلم مع عنوان معين. عشان حد يتكلم مع عنوان معين فاقول له الاب اللي هو عباره عن الابلكيشن بتاعي. تلاحظوا في دوت جيت. تمام؟ في كيز في 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 لو بصينا في حاجه اسمها روتر. تمام؟ الروتر ده ايه؟ اللي هو المتحكم في الراوتنج تيبل. يعني الروت عنوان يو ار ال واحد. اما هو الراوتنج تيبل معناها ان في عندي ايه؟ مجموعه عناوين. الروتر هو المسؤول عن ايه؟ عن انه ينشي اصلا الراوتس الروتس المختلفه. تمام؟ هو اللي بينشي الروتس الايه؟ المختلفه. فقلت له ايه؟ اب دوت روتر دوت. تمام؟ هلاقي ايه؟ عندي اد عايز اضيف، في اد جيت، في اد هيد، في اد بوست، في اد بوت، في اد ديليت، في اد اوبشنز. خلينا نركز على الاصل. الاصل اد جيت عشان يجيب لي بيانات، اد بوست عشان نضيف بيانات، اد بوت عشان يعدي البيانات، اد ديليت عشان نضيف عنوان جديد للحاسب. نضيف عنوان جديد للحاسب. نضيف عنوان جديد يجيب سيلكت، نضيف عنوان
يجي بوست الاد يعني ضيف هيضيف عنوان جديد بوت يعدل اضيف عنوان جديد دلت فانا هقول له انا عايز اجيب ايه عنوان جيت قال لي اول حاجه اديني الباث المسار هيعمل ايه الشخص عشان يران قلت له مش هيعمل اي حاجه هيكتب بس كده سلاش يعني السايت سلاش السايت بقى الدومين نيم بقى اللي هو www.google.com www.abbas.com اي حاجه دوت نت اي حاجه دومين سلاش من غير اي حاجه من غير اي حاجه بعدها اي حاجه بعدها يعني ولا سلاش يوزرز ولا سلاش سيرش ولا سلاش جيت ولا سلاش اي حاجه هي سلاش بس تمام كوما قال لي ماشي لما يخش عنوان ده ارن ايه قلت له هترن الهاندل فانكشن اللي احنا عرفناه هترن ايه الهاندل فانكشن اللي احنا عرفناه بكتب له هاندل هو عارف كده ان في روت عنده بيجيت لما يعمل سلاش كده يعني اسم السايت سلاش يبقى هيرن مين هيرن دي ولما يرن دي لو اشتغلت الدنيا كويس هيرد عليا النتيجه بالايه النتيجه اللي احنا شفناها من شويه تمام اللي هي عباره عن الستاتس ستاتس طبعا ده كله السيرفر ما قامش احنا بس عرفنا السيرفر عملنا فانكشن وربطناها بعنوان عملنا فانكشن وربطنا الفانكشن دي بعنوان عملنا فانكشن وربطنا الفانكشن دي بعنوان فاضل ان انا ارن السيرفر انا ارن الابلكيشن اقول له اد دوت الكلام ده بنحب الرن في الاخر هتلاقوا ايه قلنا دوت مفروض ران اد ران اد وبعد او اسف خلينا نقول ويب دوت ران اد ويب دوت ران اد قال لي اديني السيرفر انت عايز ترنه قلت له هو الاد ده فلما بقول له يا ويب اللي هو الاصل زي ما قلت له ويب ابلكيشن فبدل ابلكيشن الابلكيشن ده تسلم روت والروت متسلم له فانكشن والروت متسلم له ايه فانكشن فلما قلت له يا ويب ران قال لي فين الاب قلت له الاب ده رنه لي بالتفاصيل دي رني لي الاب بالتفاصيل دي تمام وخلصنا بس يعني ولا حاجه عملنا بس فانكشن وعرفنا يعني روت وبيسلم الروت ازاي لفانكشن وكده السيرفر هيقوم كده السيرفر لما قلنا بس ايه ران ايه ران اد تمام طبعا ممكن ادي له الهوست وادي له البورت يعني هوريها لكم كمان شويه بس بقى الوقت من غير هوست ولا بورت خلونا بس الوقت فيه عشان بس المفاهيم ما تكترش نخلي الدنيا ايه بسيطه عشان المفاهيم بس ما تتوقعش لو جيت عملت كده كليك يمين وقلت له رن لي الاكزامبل ده هيرد عليا رد غريب هيقول لي رانينج اون انت شغال على وقال لي 0000 يعني السيرفر بتاعك سواء كان هو الرقم بتاعه غيره والبورت اللي اختاره 8080 وقال لي يلا اول طبعا بص كده هيقومها لي بس مش هتشتغل لان السيرفر هنا بيدوري 0000 هيكتب مكانه كلمه لوكال بوست لوكال هوست يعني على نفس المكان 8080 ده البورت لوكال هوست 8080 قال لي الستيتس سكسس ممكن احسن شويه الراننج بتاعي ان انا اقول له وانا برن الاب اقول له الاب واترنه على اللوكال هوست ده السيرفر او الدومين كوما والبورت ممكن احدده 8080 او غيره 8080 طبعا لو عايز اوقف السيرفر هنا لازم ادوس كنترول سي او اوقف هنا كده ادوس كده وارجع بكليك يمين اقول له راننج جديد ليه زعلان ليه؟ وقال لي هنا but we three given ماشي انت بيقول لي ان واحد بس اللي احنا عايزينه انت باعت لي كل دول انا اسف يعني هو المفروض ان هو اهو الاب اب والبوست والبورت والباث يعني ماشي مش مشكله على العموم ايا كان احنا لو اب لغايه اب كده شوف بس ما نضيعش ده لغايه اب كده السيرفر بيقوم بيقول انا رانج على 80 اهم حاجه عندي بس الايه البورت تمام اهم حاجه عندي البورت 80 لما رحت جربت ادي السايت بتاعي على 80 سلاش واحده مش اي حاجه رد عليها الستيتس سكسس اقدر اجرب دي لو فتحت البوست مان لان بقى سيرفر قايم اهو في سيرفر قام في سيرفر قايم دلوقتي يا شباب السيرفر ده بيلسن
قاعد مستغرب مستني اي حد يريكوست ويرد عليه يريكوست ويرد عليه. يعني عشان اخليكم تاخدوا بالكم من دي قبل ما اعمل ريتيرن، قبل ما اعمل ريتيرن ممكن اقول برنت هكتب نيو ريكوست ماشي نيو ريكوست بس كده. عشان كل مره يطلع نيو ريكوست كل ما نشوف. بس طبعا لازم نوقف السيرفر ونشغله، نوقف السيرفر ونشغله تاني عشان ياخد باله من الكود الجديد لان ده سيرفر اب. تمام كده كل مره هيبعت لي نيو ريكوست كل ما افوت. يعني لما دخلت على البراوزر كده اهو وادوس انتر جاب لي الستاتس سكسس، ولما برجع الاقي نيو كيوب نيو ريكوست طبعا. طيب انا فتحت البوست مان تمام وهروح اعمل نيو ريكوست، فاعمل مثلا ايه جيت مين يو ار ال وهعمل كده كولكشن جديد اسميه AIO HTTP مثلا فولدر كده احط في الحاجه بتاعتي وهقول له HTTP وعلى لوكال هوست وعلى 8080 ومن غير حاجه ومن غير بعد كده حاجه. هو جيت يعني جبت العنوان ده وادوس سند رد عليا زي ما احنا شايفين ستيتس سكسس ستيتس سكسس. لو رجعت الاقي في نيو ريكوست اتعمل، يعني ادوس كمان سند هلاقي في ريكوست كمان اتعمل اللي هو الثالث وهكذا. تمام في سيرفر بيلسن شغال وقاعد مستنيك وبيبعت باكت. يا شباب كده خدنا معلومات الابلكيشن بسيط وكود بسيط مش غير كلمتين، لكن في مفاهيم مهمه جدا. الروتر مفهوم مهم، ازاي بنبني العمليه بتاعتنا وازاي نقوم السيرفر نرن الابلكيشن بتاعنا اللي هو الاب سيرفر بتاعنا اللي شايل كل المعلومات دي اللي احنا حطيناها. دي عباره عن فانكشن وعباره عن عنوان، وعلى العنوان ده بيشغل الفانكشن بتاعتنا. وعلى الفانكشن دي هنلعب فيها شغل بقى، الفانكشن دي هنلعب فيها شويه شغل بقى وداتابيز وبتاع وكلام من ده، قصه طويله. صح شباب؟ هل في اي اسئله في الحته دي؟ عرفنا يعني ايه ويب ابلكيشن قايم وكلام من ده؟ وعرفنا يعني ايه سيرفر؟ يعني ده قايم على 8080. ممكن بقى يكون رد بقى على سؤال بقى ان ممكن يكون في حد ما سالني مش فاكر في الاي ار بي سيستم لو شغال في لاسك مثلا وبيقوم حاجات وانا اقدر ينفع اشتغل جنبيه اي او اتش تي بي؟ اه ينفع لو بالشكل ده، بس هيبقى قايم على بورت مختلف. السيرفر هيبقى قايم على بورت ايه؟ هنا سيرفر قايم على بورت وده قايم على بورت وده بيعمل عمليات وده بيعمل عمليات ثانيه خالص. عفوا يا دكتور لو سؤال بعد اذنك، لو فعلا في تو سيرفر موجودين في الحاله دي في الكودنج انا هوجه الكودنج يديتكت على السيرفر اللي انا هاخد منه البيانات طبعا ورايح جاي عليه؟ طبعا هيتكلم السيرفر على 8080 ولا هيتكلم السيرفر الثاني ولا هيعمل ايه؟ طبعا ده بيكون موجه ده. ما الايسينك فانكشن دي هتبقى نفس الايسينك ولا هيبقى هي ايسينك؟ نفع هي اسينك لان هو اصلا من الاي اي او اتش تي بي اصلا كله اسنكرونس اصلا. يعني كل الحاجات شغاله كلها شغاله فكرته اصلا هو ليه سريع بالغباوه دي؟ فاهمني ليه سريع بالنسبه للحاجات الثانيه كده قوي؟ لانه بيشتغل كله مفيش حاجه بتستنى حاجه كله على التوازي. فاهمني بيخش له مفيش حاجه مفيش كيو وده يخلص وبعدين يخش اللي بعديه ده يخلص وده يخش اللي بعديه مفيش المفهوم ده مش عنده. فاهمني؟ ولذلك الفانكشن دي لو طارت من 20 واحد في نفس الوقت وتخيل بترمي بالضد ده جوه الداتا بيس وفي 100 واحد في نفس اللحظه دخل ما بيتعملوش بقى ايه ورا بعض تن 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 ما بيتعملوش كده لامبنج على طول بيشتغلوا على طول كلهم ايه على التوازي على طول ايه يشوف بقى السيرفر بتاعك والجهاز بتاعك كام كور ويظبط ويعمل كذا ثريد جنب بعض وكله بيشتغل ويرجعوا رقم بعض. فبدل ما مثلا كل واحد ياخد ملي سكند يبقى مثلا ال 100 ريكوست ب 100 ملي سكند، هنا لا ممكن ال 100 لو قدروا يتوزعوا على البروسيسور بتاعه يتخلص كله في 1 سكند. وطبعا ده هيأثر على الرام يعني حتى كمان لا هو على قد مستوى الرام والبروسيسور اللي موجود، على قد مستوى الرام دي مالهاش دعوه. دي انت الجهاز اللي موجود السيرفر اللي موجود امكانياته كده. سواء كان اي اي او او كان غيره، فاهمني ازاي؟ هو كده كده امكانياته. بس هنا بيستغل الامكانيات. الحاجات التانية ما بتستغلش.
بيقفوا في الكيو، لما الاول يخلص اخش في الثاني، لما يخلص الثاني اخش انا في الثالث. فهمتني؟ انا قصدي الكيو افضل من الشغل على التوازي، على اعتبار ان التوازي هيملى الرام على حسب الهيت اللي هتدخل. طيب يعني انت جايب الرام ليه؟ لا انا قصدي انه لازم يتاخد في الاعتبار ان السيرفر مثلا في اكتر من يوزر او اكتر من هيت داخل عليه. ما هو اليوزر هو بيفتح على قد ما اليوزر محتاج، هو مش يعني هو بيفتح على قد ما اليوزرز موجودين وعلى قد ما الامكانيات اللي موجوده على الجهاز. غير الثاني ممكن تكون امكانيات كتيره موجوده وتلاقي الدنيا بطيئه وتعلي في السيرفر، هو الدنيا بطيئه لانه بيوقف كله ورا بعضه وكده كده ده بينتظر ده. طب ما الجهاز امكانياته عاليه ما بيستفادش بيها. فاهمني؟ مظبوط. ايوه صح. فبيعمل بط رغم ان الامكانيات بتاعت السيرفر عاليه مش عارف يستغلها. وعشان تعملها بنعملها بس بنلف لها شويه شغل كده ايه رخمين يعني. تمام تمام جزاك الله خير. اذا كل خير. ف ده كده قلنا سيرفر، والسيرفر بيحصل عليه ريكويست، والدنيا بتقوم.